ولنقاش واقع العراق في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والتجار غير المشروع بها، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، وفقا لمفوضية حقوق الإنسان فإن أعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في السنوات الثلاثة الماضية تجاوزت 21 ألف شخص في العراق، كيف يمكن قراءة هذه الحصيلة وانعكاساتها على الأمن القومي والاجتماعي؟ من المعلوم تماما أن دخول المخدرات إلى العراق هي من المنافذ الرسمية التي ترعاها الحكومة وأجهزتها الأمنية والميليشياوية، لأنها هي من سلمت معابر الحدود بطريقة رسمية إلى الميليشيات. فإذا ما نذهب إلى ميناء قصر في البصرة وإلى الشلامجة نجد أن هناك أربع ميليشيات تتحكم في هذه المنافذ، وبالتالي يجري الدخول سلس إلى العراق من خلال أن يكون العراق بلد موزع رئيسي للمخدرات بعد الحصار المفروض على إيران. لذلك الحرس الثوري الإيراني هدفه من تجارة المخدرات جني الأموال الطائلة، وبالتالي هذا ما يعكس حجم المخدرات التي تنتشر إلى العالم من خلال مافيات حزب الله اللبناني وغيرها. لذلك ارتفاع هذه الأعداد في تناول المخدرات داخل العراق هو هدف إيراني ترعاه أطراف حزبية في العملية السياسية الحالية والميليشيات الحالية، بغية إفراغ الشباب العراقي من تأثيره داخل المجتمع العراقي، وبالتالي هي تهدد الأمن العراقي وتهدد الأمن المجتمعي بطريقة كبيرة تماما من إخراج الشباب من خارج المعادلة التأثيرية بالحياة السياسية والحياة الاجتماعية في العراق، وبالتالي صناعة الجريمة الاجتماعية هي الهدف الأساسي لإشغال الشعوب وإخراجهم من معادلة سيطرة هذه الميليشيات على مخدرات العراق. بالحديث عن العامل الأمني، تتحدث القوات الحكومية عن حلول ناجعة ومستمرة لمعالجة أزمة تجارة وتعاطي المخدرات، إلى أي مدى تراجعت فعلا أعداد التجار والمتعاطين؟ الحكومة للأسف تكذب في هذه القضية. إذا ما رأينا الماء الميداني الواقعي للحالة العراقية، فزراعة المخدرات أصبحت في العراق جزءا رئيسيا من الاتجار فيها، فها هي جرف الصخر أصبحت تزرع في أراضيها الخصبة المخدرات من خلال سيطرة الميليشيات عليها، وها هي القائمة الحدودية غرب الأنبار بدأت تزرع فيها عبر تهجير أهاليها والاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء، وبالتالي بدأت تزرع على ضفاف نهر الفرات مواد مخدرة وزراعات مخدرة يعني نفيسة تباع إلى العالم، ومن خلالها يتم أيضا بيعها داخل العراق. لذلك إجراءات السلطات الحكومية هي إجراءات كاذبة وتصريحات لا وجود لها على أرض الواقع من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وما تهريب سجون من سجون الحكومية قادة تجار المخدرات إلا دليل واضح تماما على أنهم يتواطؤون مع تجار المخدرات. لذلك لا وجود لا لقوانين تهدف من خلال الحد من التجار بالمخدرات، ولن يتم حكم تجار المخدرات أو إلقاء القبض عليهم، بل من بعض الأجهزة التي ألقت القبض على تجار المخدرات جرى تهريبهم من السجون. لذلك هل الحكومة لديها إحصائيات عن هؤلاء المعتقلين من المخدرات أو الحبوب التي يتم إتلافها؟ حتى أننا لدينا معلومات موثقة على أن الشحنات المخدرات التي يتم القبض عليها والإعلان عنها بسبب بعض الأجهزة التي يمكن من خلال بعض الأعمال أنهم يلقون هذه الحبوب المخدرة يجري بعد مصادرتها إرجاعها إلى الميليشيات التي تطالب فيها. لذلك لم نشهد إلى هذه اللحظة إحراق هذه المخدرات أو الحبوب المخدرة داخل العراق بطريقة علنية أمام الرأي العام وأمام الشعب العراقي عندما يتم مصادرتها. لذلك الحكومة لا زالت متواطئة مع المخدرات، وهي للأسف الشديد تنتشر في العراق كانتشار الهشيم في النهر. الحديث عن هذه الظاهرة ربما يقترن بشكل أو بآخر مثل ما أشرتم في بداية هذا اللقاء بالمعابر الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات، كيف يفسر قبول الحكومة بتسليم الميليشيات لإدارة هذه المعابر الحدودية
رغم كل هذه الإحصائيات حول ارتفاع المتعاطين، أعداد المتعاطين للمخدرات؟ لأن الحكومة لا وجود لها، ولأن هذه الميليشيات هي أصل تكوين الحكومة، وبالتالي الميليشيات هي الحكومة الحقيقية في العراق. فنحن أمام دولة الميليشيات، وهي التي تقرر توزيع مهام الحكومة ومهام بقية الأجهزة الأمنية، وبالتالي هي تقرر نفسها كيف يمكن أن تكون على منافذ المال الحقيقية حتى يتم ديمومتها، وبالتالي تكسب أموالا طائلة يمكن لها أن تكون قوية وأقوى حتى من السلطات الحكومية الحالية. لذلك الحكومة متواطئة وخادمة لهذه الميليشيات، وهي تسير حول مصالح هذه الميليشيات، وبالتالي أحد المصالح الرئيسية هي رعايتها للمكاسب الاقتصادية وعدم محاربة كل ما يجري من عمليات الاستيلاء للميليشيات على مقدرات الاقتصاد العراق، سواء بالمحاور الحدودية أو المكاسب الاقتصادية أو السطو المسلح أو الابتزاز المواطنين والتجار، وحتى العقود الفاسدة التي تستولي عليها من الوزارات الحكومية الحالية على حساب معاناة الشعب العراقي. لذلك الحكومة متواطئة مع هذه الميليشيات، وبالتالي علانية الميليشيات تأخذ أرصفة بالكامل في ميناء القصر، وبالتالي هي التي تحدد الأسعار للبضائع الداخلة، وهي التي تنقلها وتفرض على التجار أساوات مالية حتى تبقى هذه الميليشيات قوية في اقتصاديا من خلال الأموال التي تدر عليها من خلال هذه المنافذ الحدودية. شكرا جزيلا لك عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.